بمناسبة يوم الشهيد، قمنا نحن نادي فضاء المعرفة لكلية التكنولوجيا جامعة بومرداس بتنظيم معرض للفنون التشكيلية واللغوية، حيث قام معظم الفنانين توعنا والرسامين باستعراض فنونهم ورسماتهم وكتبهم بالطبع. وحتكون في نهاية المعرض مسابقة للرسامين لرسم رسمة واختيار أجمل رسمة بتصويت الطلبة. نشاط اليوم لنظمه نادي إسباس دو سافوار فضاء المعرفة اللي يشمل معرض للرسومات والكتاب، كان منها كاتب لغة الصينية ولاعب الخفة ثاني. درنا مسابقة أيضا تاع رسم أفضل رسمة، دونا رسمة ورسمة داروا في مشاركين رسمات ورسموها، وفي الأخير نقدم لكم الشكر على الحضور. يعطيكم الصحة. أتشرف بتلبيتي لهذه الدعوة إلى جامعة التكنولوجيا لولاية بومرداس في هذا المعرض اللي كانوا فيه بزاف رسامين ورسامات وكان الكثير من الفنانين كذلك. أنا شاركت كلاعب خفة مقدم عرض ترفيهية، قدمت شوية ترفيه للمشاركين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتشرف بحضور فعالية مقامة باليوم الشهيد في جامعة بومرداس للتكنولوجيا، وكل الشكر لنادي فضاء المعرفة من أجل هذه الفعالية المقامة للكتاب والرسام هنا في هذه الجامعة. Oh, okay.